الأمر الثالث أن الإنسان في كل هذه الأحوال يعلم أن الله عز وجل قال وقوله الحق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا من أعظم ما يدل على المقامات، فإن المقامات مهما عظمت مهما علت فإنها إلى زوال، وذات يوم سيكون صاحب ذلك المقام قد خلا من ذلك المقام الذي كان يتبوأه شام أبا. سنة الله التي لا تتبدل، ولهذا قال الله عز وجل بعدها قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ماذا قال الله بعدها؟ أجيبوا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سمى الله الموت هنا نعمة، لأن الآلاء هي النعم. كيف يكون الموت نعمة؟ يكون الموت نعمة هنا أن الله عز وجل ساوى بين الخلائق جميعا في أمر الموت، ساوى بين الخلائق جميعا في أمر الموت، فيموت النبي ويموت المكذب للنبي، ويموت الحاكم ويموت المحكوم، ويموت الأمير ويموت المأمور، ويموت الوالد ويموت الولد، وتموت الأم وتموت البنت، ويموت الجن ويموت الإنس، ويموت أكفر الكفرة ويموت أبر البررة. فلما سوى الله عز وجل بين الخلق في الخلاء في الموت عد ذلك نعمة عليهم، فقال الله عز وجل بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان.